مرحبا بكم في أمريكا تشارت، تعليم، تدريب، تطبيق، محاكاة. هنتكلم سريعا جدا عن سهم تسلا على الإطار الزمني قصير الأجل، لكن عشان نفهم الإطار الزمني قصير الأجل صح، لازم نراجع التكوين العام سريعا الصاعد على الإطار الزمني الطويل، حيث ربطنا القيعان الصاعدة ببعضها البعض بخط اتجاه صاعد طويل الأجل. بمرور الوقت طبعا أصبح طويل الأجل، وخط قناة صاعد بيربط بين القمم العليا المتزايدة. جينا في المرة اللي فاتت تحدثنا عن أهمية مناطق المقاومة عند $300، وكانت منطقة ممكن يحصل فيها شيء من التوقف وشحن البطاريات. أنا فاكر كويس جدا أنا قلت، لكن طبعا جاء التوقف متأخرا قليلا بدلا من أن يأتي عند المقاومة الأفقية، جاء كما نرى عند خط القناة. خط القناة إيه اللي بيحصل عنده؟ موجات تصحيحية قصيرة الأجل مؤقتة، ليس دائما ولكن في أغلب الأوقات. ما يحدث الآن في سهم تسلا حول خط القناة يجبرنا بمنتهى الحذر والسرعة نحدث صمامات الأمان التي كان آخرها الخط الأسود المنقط ده عن الدعم الخاص الأفقي حول $300. ليه؟ ليه لازم نحدث صمامات الأمان؟ القفزة التي حدثت فوق خط القناة كانت مهمة، والرجوع فوق منه تاني بفجوة سعرية كانت مهمة. يعني عندما يرتد سهم تسلا فوق خط القناة بيرتد بفجوات سعرية صاعدة، ده يجبرني كده أطلب إني أراجع حجم التداول. ولكن قبل أن أتدرج إلى حجم التداول، نلاحظ إن حجم الشموع اليابانية البيعية بدأ يزداد وحجمه يكبر، وده إن دل يدل على ضغط بيعي ولو مؤقت، وبدأ يظهر في ميعاده حول خط القناة، وده طبيعي جدا عكس أحجام الشموع اليابانية الصغيرة التي كانت تأتي هنا. فدعونا نراجع كده حجم التداول. هلاقي حجم التداول في تلك الشموع أعلى من المتوسط، ناهيك عن إن الشمعة نفسها دي مثلا نمط دببي ابتلاعي bearish engulfing pattern، الشمعة السوداء التي ابتلعت الشمعة البيضاء التي قبلها. طيب نحدد صمامات الأمان بقى. أول صمام أمان المضاربي، عفوا صمام أمان مضاربي. طيب صمام الأمان المضاربي ده ليه عند مناطق 330؟ لأنك لو ركزت في وجهة نظر المضارب هتلاقي ان السهم على الإطار الزمني القصير الأجل تمكن من الثبات فوق تلك المستويات. كم جلسة؟ 1 2 3 4 5 6 7 جلسات على الأقل، باعتبار ان الجلسة النهاردة ان شاء الله تقفل فوق. وبالتالي بالنسبة للمضارب الافتراضي اللحظي او اليومي، صمام امانه عند 330. ليه؟ لان كسر ذلك المستوى للاسفل معناه ان التحرك الافقي المضاربي الحاصل في سهم تسلا على مدار الاسبوع الحالي والفائت انتهى. مش بس كده، كسر 330 معناه انه رجع تاني ينزل تحت خط القناة، فده صمام امان المضارب الافتراضي. بينما صمام امان القصير الاجل مختلف شوية عند اخر قاع، مع ان ده مش قاع لكن دعونا نتحدث عن رؤية قصيرة الاجل للغاية عن 310. كسر ذلك المستوى لاسفل مع اغلاق يوم واحد يستدعي التخفيف. طب ليه يوم واحد؟ ليه مش يومين كالمعتاد وثلاثة؟ لان يوم واحد تحت ال 310 ده معناه اساسا انه خلاص اصلا كاسر خط القناه وكاسر الدعم المضاربي. يعني هو علشان ياكد لك كسر ال 310 بالنسبه للمستثمر الافتراضي قصير الاجل، هو مكسر حاجات قبل منه اهم، ألا وهو خط القناة الصاعد. والنزول تحت خط القناة الصاعد يجعل السهم عرضة لحركة تصحيحية تذهب به إلى خط الاتجاه. فكسر 310 لا يتحمل الصبر جلستين وثلاثة، والثقة هتبقى متناقصة على الدعم الأسبوعي الأفقي حول $300. طبعا كسر ال $300 مع اغلاق اسبوعي يستدعي التخارج من اي مراكز افتراضيه ايا كانت.
مضاربي افتراضي يومي، مضاربي افتراضي لحظي، قصير الأجل افتراضي، متوسط الأجل افتراضي، كل دول صمام أمنهم الأخير والمتأخر عند كسر 300 دولار. فنخلي بالنا ان لو المستوى ده لا قدر الله انكسر سواء اواخر الاسبوع الحالي او مطلع الاسبوع القادم، ده معناه انه كاسر قبل منه دعوم كتير زي ما ذكرت. طيب هل ده معناه ان لازم هذه المستويات تنكسر لاسفل؟ لا، انا بقول لك لو انكسرت تتصرف ازاي، لان هنا بتبقى المشكله في ان الكسر الناس ما بتحبش تتصرف معاه كويس. لكن إذا ما تمكن سهم تسلا، وإن كنت أستبعد ذلك لكن أتمنى أن يتمكن من الثبات فوق صمامات الأمان، فالمستهدفات قصيرة الأجل عفوا ترجع تاني إلى 360 إلى 370 مستهدفات قصيرة الأجل، وممكن مستهدفات متوسطة الأجل بشيء من الصبر عند 400 دولار. أراها صعبة لكن مش مستحيلة، والأولى النظر لصمامات الأمان. هنا بقى هيجي لي سؤال مهم أوي، وأحيانا بسأله رغم غرابته، هل ينفع يكون في فتح مراكز افتراضية في سهم تسلا في الوقت الحالي؟ نظريا ممكن لأن السهم وارد يطلع، لكن منطقيا وفنيا إحنا في مناطق قلق ومناطق صراع بين مشترين وبائعين، وبنتكلم على صمامات أمان وارد تبقى مهددة في أي لحظة، فده مش المكان المنطقي ولا العقلاني اللي يتم فيه تكوين مراكز شرائية افتراضية جديدة. مبارك لمن يمتلك مراكز قديمة افتراضية، لكن جديد في الوقت الحالي عند خط القناة حيث يتصارع المشترون والبائعون، أراها صعبة وليس من الحكمة أبدا الدخول وسط معركة لا تعلم من الفائز فيها. أظن كده سريعا رجعنا سهم تسلا قدر الإمكان. كان معاكم وائل يحيى، خبير فني اقتصادي معتمد دوليا من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين. بالتوفيق إن شاء الله.